طلع في عندي اللي معطيات في هذا السؤال هي الأشياء التالية. في عندي هاي الليفر والليفر هاي موجودة هون وهي طرف هون، هاي الإيد من هون وهون عندي في هذا راح يطرح على هاي البمب سلندر، هاي المسافة هون 5 سنتيمتر وهاي المسافة من هون 20 سنتيمتر. اوكي، هاي اول شيء بدنا نشوفه من هون. بعدين عندي في الاريا البمب سلندر دايمتر يساوي 2.5 سنتيمتر، هذا طبعا فاين اللي هو هاي الاريا هاي الموجوده هون، هذا الدايمتر تبعها. وبعدين عندي اللود سلندر دايمتر يساوي 8.5 سنتيمتر. اوكي ماشي واضح. ففي عندي هون سلندر ثاني بس احسب كل التفاصيل بس راح احط هون هي السلندر الثاني وهذا هون في لود عليه، وممكن هذا اللود يكون سيارة عمالي برفعها عشان اغير العجل تبعها، عمالي برفعها من جهة من جهة من جهة العجل. دكتور البامب كم؟ 25 ولا 2.5؟ البامب هاي من هون 2.5 سنتيمتر القطر تبعها، القطر تبعها 2.5 سنتيمتر، والقطر تبع السلندر هذا اللي موجود هون 8.5 سنتيمتر. هلا مباشر كان نحسب الارياز، فالاريا تبعت هذا راح تكون هاي، طبعا هاي لازم مباشره احولها الى متر. والاريا هون كمان راح تساوي هاي ار سكوير، هاي هو 85 سكوير. اوكي، هاي طلعنا التو ارياز اللي موجودين هون. هلا في عندي مشكله واحده هون، انه في عندي efficiency بالسيستم او inefficiency. فالinefficiency بالسيستم هون عباره عن 80%، هذا راح يبين خساره في الفورس اللي ممكن احققها هون، فاهمين؟ يعني الفورس اللي فعليا اللي بتطلع ما بتطلع معي، الفورس اللي انا متوقعها بتطلع منقوصه بمقدار 20%، عشان اتغلب على اشياء معينه، مثلا يمكن يكون في عندي هون ستكشن، كل الخسارات الثانيه والاشياء الثانيه الموجوده هون رح نعتبرها تقريبا 30%. هلا رح نفترض انه الانسان بيقدر يضغط بفورس من هون مقدارها 120 نيوتن، هل هذا الرقم منطقي 120 نيوتن؟ لا. لو بدنا نحول 120 نيوتن لكيلو جرامات قديش تقريبا بنحكي؟ 12 كيلو. حوالي 12 كيلو، هل الشخص العادي بيقدر يضغط 12 كيلو؟ المفروض. ما بتقدروا تحملوا، انتم بتحملوا جره فاضيه، جره غاز فاضيه؟ حتى الطالبات بيقدروا يحملوا، بتقدروا تحملوا جره غاز فاضيه؟ مظبوط. هلا في طبعا العامل وهذا بيقدر يعطي اكثر من هيك، بس الشخص العادي المفروض يقدر يعطي 120 نيوتن. اذا هاي هي الفورس اللي موجوده هون، هاي الفورس رح تنضرب في 4، قديش رح تصير هون عند النقطة هاي؟ طبعا انا اهملت اني لوسز، هون رح يكون عندي هاي 480 نيوتن، واضح الكل فاهم من وين اجت هاي؟ حطينا الفورس تبعت الهيومن، الفورس تبعت الهيومن مضروبة في 0.2 meters بدها تساوي الفورس تبع البامب مضروب في 0.05 متر. عندي الفورس تبعت الهيومن حطيناها 120 نيوتن، فصارت الفورس تبعت البامب بتساوي 120 في 0.2 على 0.05 اللي هي في 4 وتساوي 480 نيوتن. اذا هاي قديش البريشر رح يتكون الان في الفلويد من هون؟ فالبريشر رح يساوي F تبعت البامب على الاريا تبعت البامب واللي هي 480 على هذا الرقم من هون اللي هو باي 0.025 على 2 تربيع. وانا بطلع معي الجواب من هون، تاكدوا انتم الجواب اللي عندكم بطلع معي 977 كيلو باسكال 0.85 كيلو باسكال. تمام ماشي الحال. قديش اذا بتوقع الفورس اللي رح تطلع معي؟ هلا احد الاسئله اللي بنسالها هون ايش بتوقع الفورس اللي تطلع معي؟ لو فيش عندي ان افشنسي قديش رح تكون الفورس تبعت اللود؟
بتساوي البريشر مضروب في الاريا تبعت سلندر اللود، فبتصير اللي هي 977.85 كيلو باسكال مضروب في الاريا اللي هي باي في 0.085 على 2 تربيع، وهذا الرقم بيطلع معنا بدون الافشنسي 5290 نيوتن. بس احنا عمالنا بنقول في عندي ان افشنسي، فالفورس لود اكتشوال راح يساوي 0.8 مضروبه في 5290 بيطلع معي 4232 نيوتن. اذا الماس تبعت اللود اللي بقدر ارفعها شو بتساوي؟ كيف بحسبها؟ نقسم على 9.81، حد يقسم على 9.81 نشوف شو بتطلع. هاي 4232 على 9.81 تقريبا رح تكون حوالي 420 كيلو او اكثر شوي. 401 و30. اذا هذا هو يعني لو الماس مركبه هون عليه، لو محطوطه ماس هون هاي الماس اللود، رح يكون هذا الرقم اللي بيطلع معنا.